أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا. فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر وما بنانا قف إلهي إي آخر رميسان أن يصفك بها دما إنو مكا ديكو داديو وحديثك اللو دليشادي حتى مكا إنهان وحبالا قرح قساسي كرين أي علماء دا أورانا يأو دليشادين. ولا يعضد بها يعضد بها شجرة قيدنا لغما قوين كرو. فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدو قف رخصة كرلكتا وفسح كدوانو dagaalkii nabigu uu maka ku dhax dagaalamay fiha dhaxdeeda uu qof ruqsi iyo fasax ku raadsado oo uu raadana waan ku dagaalamaya faqulu lahu qofka waxaad ku dhaxdaan buuri nabigu calayhi salaatu wasalaam in allaha qad adina li rasuulihi sallallahu alayhi wasalaam ilaahay rasuulkiisa maka inuu ku dagaalamo ayuu fasaxay walam yaadan lakum idinka saydin ma fasaxin sidaa ku dhax qiilki iman lahaa oo dhan baa la afjaray wa inama adina li fiha saacatan min nahaar anigana ilaahay maka inaan ku dagaalamo saacad yar iyo waqti yar oo maalinta ka mid a buu ilaahay ii fasaxay. ثم عادت حرمتها اليوم حرمتي أي مكلا هيدو وحي ديب وقصو نقطي كحرمتها بالأمس سيدي شلي حارانتي وهيدي حرمت أولا هيد. فليبلغ الشاهد الغائب قفك تشوغا كما غنها قارسيو حديث كيبو مركا أشيغي نينك اللي رادة عمرو بن سعيد الأشدق حديث كيبو أشيغي أودمي إسنا أودغيست. فقيل لأبي شريح أبي شريح با وحا لغويري ماذا قال لك عمرو عمرو بن سعيد الأشدق محوكو يري محوكو جواي مركا حديث كاقارسيسي قال وحويري وحوي يقول جوابي أنا أعلم بذلك بذاك منك أرنت أنا كأوك بيقول يا أبا شريح أبو شريح إن الحرم حرم كلا يعيد مما جنجليه عاصيا قف عاصيا ولا فارا بدم قف ديك لا عررين حرم كمما جنجليه ولا فارا بخربة قف معارض نمو يوم حوها لا عررين وخيانة غرن كتيرنا خربة وخرو يفساد قف وضنا حرم كم مجن جلنا يو مركان عندي بضم بوها ورجع بندوريا شو موجين توها بوها وان كلا يري لم يكن من الصحابة ولا من الذين تبعوهم بإحسان من ماهين مر دون الصحابة ذاهين كوي إحسان كي وناجا كجدا إذا ماهين نندي بضم بوها مرك يعني نين ميل وعدها ميل كم ذو يعني نين جو أن قريب بوها أو حرم كأنه خد على ما ريب كجيس ضد مسلمين دي جو ذكو بنيسه يعني نو برا ريب بوها مرك الصحابي كي مركو لتليه وكديد تفرحه كقال. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي النبي عليه الصلاه والسلام يوم فتح مكه ما نتي ومكفرتي ان هذا البلد حرام بلد كان يوامد حرام وحرمله حرمه الله ملكه وحا كم قتا لبد ما المود ان النبي حل عليه الصلاه والسلام وبلد حرمله حرمه الله يوم خلق السماوات والارض الله حرمه وحرمته ويالي ما نتي وسمد يرد ابوري فهو حرام بحرمه الله الهي با حرام حرم كدغي حرمتي سونا حرم كدغي الى يوم القيامه. وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي قف أني يقدم بأي مكان كدقى لما ما بنانا ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وحقا وقت يا أمال انت كم إذا موي أني أنا لا إما فسحنه أني حتى حرام بهذا يقتهي فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. اتفق على أربعتهن أفرت حديث ما لسكوا فغي. وعن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحولي إن أعدى الناس ضدك وحا أغهرسا وأقول لبغن على الله ألا دش وويرر كوى إلهي عز وجل من قتل في الحرم قف حرمك وحكو دلي قف كأغوحن أقول لي تأغو عدو سندتك أغو خير درن. في صحيح البخاري حديث كلاب النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلى الله ثلاثة وفي رواية كلاب البخاري ضدك إلهي وحو أقول نعبيها سدح قف عرض إلهي وحي كل عذا وقول نعبيها سدح قف ملحد في الحرم خائن حرمك كجر وملحد فحرمك كنحوة ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية قف دغنكي جاهلي اسلامك او بريدا كنقد اسلامك كو دحودو اسلامك سو دحجلينيا ومطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه يقف بني ادم قف ديغيس راتسنايا او وجدديسو ايتاي انو ديغيس داديا و حقوقو كوليهينا اني جير صدخ دا قف بو الهي اوغ نعبيه عرده الهي اوغ درنتاي بو نبي عليه الصلاه والسلام مرك روادن روادا ستا يعني اسكو معنوي من قتل في الحرم إن أعدى الناس ذلك وحا أغو هررسا وأغو حد قدو بضان على الله ألا دوش عز وجل من قتل في الحرم حرم قف قف كدلة أو قتل غير قاتله أما الدلة قف قف كدلة قف عنا حين
qofki qofka ka dilay qof aan ahayn in adeerkii iyo walaalkii iyo qofkii yiraahdo waan u dilayaa waa qofka ugu dhib badan ee ugu cadowsan ee ugu xun Alla agti marka qofki qofka ka dilay inbad adigu xuquuq ku leedahay haddaad weydo raadi sidii lagu heli lahaa falowgeeda gal marka dakanadii iyo wixii aanadeen xumeyd ee wanaagsanayn ayuu xadiisku soo afjarayaa aw qatala ama wax ku dila dadka ka ugu dambiga badan ee ugu xun waa qofki qof ku dila biduxuul aljaahiliya dakanadii jaahiliga duxuulku waa dakanadii wey dakane jaahili iyo waayihii hore jaahiliga dadku islaynhayeen dakanooyinkii jiray qofka qof maanta u aaneeya ee ku raaca taana iyaduna waa dadka ugu cadowsan ee ugu xun ee ugu horarsan ee ugu xadgudubka badan Alla agti rawahu axmed waana xasanu ligayrihi xadiid marka xadiistaasoo dhan culimmadu waxay u dirsheen walahu min xadiidi shureyx alkhusaaci naxwu xadiiskaasoo kale waqaala ibnu cumar wuxuu yidhi loo wajadtu haddaan arko oon helo maanta qaatila cumara ninkii cumar dilay ninkii cumar dilay maanta haddaan arki lahaa buu yidhi fil xarami isagoo xaramka ku dhex jira maa hijituhu kama nixiyeen oo yacni waxba uma geysteen yacni xaramka dhexdiisa qof bini aadana xataa oon xaq ku leeyahay xaramka kuma dhex dileen buu wa qaala ibnu cabaas maantana dad aan waxba galabsanin oo muslimiin oo ninna waxba u geysaninba waxaa la leeyahay fil xil walxaram ha lagu laayo waa musiibo wey waa yacni waxa weeye waa masaa'ibtay ka mid tahay waqaala ibnu cabaas wuxuu yihi fi ladii yusiibu axadan xaddan qofka xad ku gelaya xarabka xad gelaya uma yalja'u ila alxarami xaramka magan gelaya wuxuu yihi ibnu cabaas yuqaamu calayhi alxaddu xaddaa laga ogeeya idaa kharaja min alxaram markuu xaramka ka dhex baxo xakaahuma axmed fii riwaayati alathram alimaamu axmed baa soo xikaayadoo ka sheegay ee riwaayadi athram axaadiista iyo riwaayadaha waxaa loo deliishaday waana sana saxiixa oo cabdirazaaq uu wariyey inuu ibnu cumar hadalkaa uu yidhi qaatilu cumar haddaan arki lahaa oon xaramka ku dhex arki lahaa ma taabteen yacni xaramka xurmadiisa uu leeyahay bay ku tusanaysaa walidaalika xadiistaasoo dhan iyo aathaarta waxaa loo deliishaday waxaa deliishaday culimmada qabta xaramka qofkii qof ku qisaas iyo jariime ku geystay inaan lagu dhex dilaynina intuu xilli ka tegaya laga sugayo bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin qofkii xaramka dil ku geystay isna dee waa lagu dilaya waayo ilaahay wuxuu yihi walaa tuqaatiluuhum cinda almasjid alxaraami xataa yuqaatiluukum fiih iyo min baabi saddi daraac qof walba intuu qof dilu xaramka ku cararaya si looga hortago dariiqa dilka loo soo afjaro oo muxuu ahaa aan masaladu ayna usoo noqonno ayna u badanin insha allah halkaas aan ku joojinaynaa kitaabkuna halkaasuu inoogu joogayaa ilaa iyo ogeysiis dambe ma jiri doono insha allah wasal allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin بسم الله إخواني بعد طلبة العلمي أو كتحن درس الشيخة يا وحي عدسدين إن شاء الله هدي لها بعد المغرب أن لوك التين ويرن هولك أن إن شاء الله هدي لها هذا إنت كتحن درس الشيخة بلسي عن مقرني سعيدة أن يعمل كأنه كجرني أزلوسي دائمو العلم بين التلاميذ بعد ده سب مقرني سلوسي كل فائدة مرك إن شاء الله ويرن هولك أن أبلان مركز سعد مغرب تكادي لهم إن شاء الله جزاكم الله خير ذاته قلقا